اول امبارح في المنتدى الشباب حد مراسل سي ان ان يمكن في المراسل البيئي. احنا انا اسف يعني انا برضو في الاعلام اعتبر يعني ممارس ومسؤول انه احنا البعد ده اعلاميا وصحفيا عندنا شويه محتاج محتاج تاني طبعا. عارف احنا محتاجين ايه يا استاذ نشأة؟ افتكرت دلوقتي واحنا بندردش في المكان الجميل واحنا عمالين يعني ايه نطلع افكار واحنا قاعدين في المكان ان لازم يبقى في حوار وطني لقضيه البيئه والتغير المناخ، حوار مجتمعي كمان ويكون هذا الحوار على مختلف الفئات على مستويات مختلفه، على مستوى الاعلام وعلى مستوى الشباب وعلى مستوى الأطفال وعلى مستوى الكنيسة وعلى مستوى المسجد وعلى مستوى النقابات العمالية. يجب أن نفتح بقوة في خلال هذا العام هذا الحوار الوطني المجتمعي، وفرصة ذهبية أن احنا عندنا مؤتمر أطراف بالظبط، فهيبقى في زخم مجتمعي وزخم إعلامي والعالم كله. على فكرة مع الوزيرة برضو في نقطة تانية مهمة جدا، تسويق مصر كدولة حاضنة لقضايا كونية كلهم موجودين على أرض مصر، دي دعاية ما بعدها دعاية. انت عارف انا مرة حد قال لي ايه، قال لي هو انتوا ازاي، حد من المحيطين باروقة الامم المتحدة والعاملين في قطاع البيئة في الامم المتحدة، قال لي عمرها ما حصلت ان دولة تاخد رئاسة لاتفاقيتين ورا بعض في خلال 3-4 سنين. يعني خدنا التنوع البيولوجي خدناه في 2018، سلمته في اكتوبر 2021، استلمنا رئاسة مؤتمر المناخ في نوفمبر 2021. عمرها ما حصلت على تاريخ منذ نشأة هذه الاتفاقيتين، عمرها ما حصلت. ولكن دورك قوي وبيضع عليك مسؤولية، ويضع عليك مسؤولية جوه بره. على فكرة افتكرت حاجة دلوقتي، كنا في الأقصر لما الرئيس كان بيعمل اسبوع الصعيد، فدخلت متحف الاقصر، معبد الاقصر، فمكتوب على الجداريه اول اتفاقيه سلام في التاريخ بين الحيثيين وبين رمسيس الثاني. وانت بتكلمي افتكرت ان مصر شهدت اول اتفاقيه سلام في التاريخ مسجله في الامم المتحده. هنا ممكن في شرم الشيخ بين سلام اول اتفاقيه سلام بين الانسان والبيئه، بين الانسان والمناخ. صح، الخصومه والثار اللي بينهم، ما هو دلوقتي المناخ بياخد بطاره، صح ولا انا فاهم غلط؟ طبيعه كلها، طبيعة مناخ كلها. والطبيعه والبيئه بتاخد بطارها. ايوه، فاحنا عايزين نصالحهم بقى، ممكن نصالحهم هنا عندنا، نصالحهم، موافقين، نطلقها نطلقها.